السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي نافذة الرياضيات، وتعالوا نشوف مع بعض الفصل الدراسي الأول. والنهاردة موضوع درسنا بيتكلم عن قياس الكتلة، يلا نشوف مع بعض. طبعا كلنا عارفين اول حاجه احنا بنبدا بيها هو ركن الرياضيات، وده الروتين اليومي اللي احنا بنبدا بيه كل يوم في الفصل. طيب تعالوا نشوف مع بعض، احنا عندنا كام يوم من ايام الاسبوع صديقتي؟ 7 ايام. يلا نقول مع بعض ايام الاسبوع: السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه. تقدري تقولي لي النهارده في انه يوم من ايام الاسبوع صديقتي؟ النهارده يوم الخميس. احسنتي صديقتي، يلا نكمل مع بعض. ودلوقتي هنتكلم عن التقويم الميلادي، يلا صديقاتي تقدري تقولي لي احنا عندنا كام شهر في التقويم الميلادي؟ 12 شهرا. احسنتي صديقاتي، قولهم لي ايه هما؟ يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، واخرهم ديسمبر. احسنتي صديقاتي، تقدري تقولي لنا احنا في شهر ايه من شهور السنه الميلاديه؟ احنا في شهر ديسمبر. احسنتي، برافو عليكي. يلا نشوف بعد كده، احنا النهارده في يوم ايه من شهر ديسمبر؟ يوم الخميس. يوم الخميس، برافو عليكي. الموافق كام بقى يوم الخميس؟ 3 من شهر ديسمبر. احسنتي صديقتي، يلا بينا نشوف التقويم الهجري، وتعالوا نعرف التقويم الهجري هو في كام شهر في التقويم الهجري؟ 12 شهر. احسنتي، يلا قولهم لي ايه هما؟ محرم، صفر، ربيع اول، ربيع اخر، جمادى اول، جمادى اخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. احسنتي صديقاتي، في انه شهر بقى احنا النهارده من شهور السنه الهجريه؟ احنا شهر جمادى اول. احسنتي، برافو عليكي. ويلا نشوف الشريحه اللي بعديها. طيب النهارردة دلوقتي نتكلم عن مخطط 120، تقدري تقولي لي صديقتي احنا النهاردة بقالنا كام يوم بنيجي المدرسة؟ النهاردة بقالنا 20 يوما. احسنتي صديقتي، يبقى انا هحط اطار على رقم 20. ودلوقتي معادنا مع اطار الخمس خانات. طبعا صديقتي احنا كنا وصلنا لليوم 19 من ايام الدراسة، يبقى النهاردة هحط نقطة جديدة في اطار الخمس خانات علشان يبقى عندي ايه؟ 20 نقطة. احسنتي صديقتي، نشوف النقطة اللي بعدها. ودلوقتي بنتكلم عن حاوية الاعداد، احنا اتفقنا مع بعض ان حاوية الاعداد بيبقى فيها خانة الاحاد وخانة العشرات وخانة المئات. طيب احنا في اليوم الكام من ايام الدراسة اتفقنا؟ العشرون. برافو عليكي، اليوم العشرون. يبقى عندي هحط لما اجي امثلها في الحاويات حاجة هتبقى عندي في خانة الاحاد؟ لا يا ميس، عندي حزمتين في خانة العشرات. برافو عليكي، كل حزمة بكام؟ ب10. احسنتي صديقتي، يبقى انا كده عندي حزمتين في خانة العشرات، كل حزمة فيها 10 وحدات. احسنتي، تعالوا نشوف النقطة اللي بعدها. ودلوقتي عايزين نعرف الساعة اللي موجودة قدامي بتمثل الساعة كام؟ الثامنة بالضبط. احسنتي صديقتي، الساعة الثامنة بالضبط. ودلوقتي هندخل مع بعض في الدرس بتاعنا، واول حاجة عندي التهيئة، بيقولي اكمل متران بتساوي نقط سنتيمتر. يلا صديقتي افتكري معايا، هو المتر بيساوي كام سنتي؟ 100 سنتيمتر. احسنتي صديقتي، طب هو انا كاتبه متر ولا كاتبه متران؟ لا متران يعني اسنان يا ميس، وانا عارفه ان الامتار بتحب خانه المئات، يبقى 200. يبقى الاجابه هت ايه بتساوي كام؟ 200 سنتيمتر. وما ننساش التمييز، يبقى المتران بيساوي 200 سنتيمتر. نشوف النقطه اللي بعديها. النهارده زي ما اتفقنا يا اصدقائي بنتكلم عن قياس الكتله. طيب تعالوا نعرف يعني ايه كتله، او ايه هو تعريف الكتله. بيقول لي تعريف الكتله يا اصدقائي هي مقدار ما يحتويه الجسم من ماده. هفترض يا اصدقائي لو انا عندي قلم رصاص، يبقى انا عايزه اعرف كتلته بتساوي كام، يعني عايزه اعرف هو بيحتوي على قد ايه، او ايه الكميه اللي موجوده فيه، سواء كانت بلاستيك او حبر او اي كميه اخرى. يبقى تاني، الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من ماده. طيب تعالوا نشوف بعد كده النقطة اللي بعديها. طيب عايزة أعرف إيه الفرق ما بين الكتلة والوزن، يبقى أنا كمان لازم أعرف إيه هو تعريف الوزن. تعريف الوزن يا صديقتي هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم، يبقى تعريف الوزن إيه هو؟ هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم. أحسنتي صديقتي، يبقى هشوف المقدار اللي بتجذب بيه الأرض الجسم قد إيه، وهو ده بالنسبة لي الوزن. طيب يا أصدقائي، هي الكتلة والوزن هما الحاجتين دول شبه بعض ولا الحاجتين دول مختلفين؟ لا مختلفين يا ميس. بيقول لي إن الوزن بيختلف عن الكتلة، طب إيه السبب؟ قال لي لأن الكتلة ثابتة، أما الوزن بيتغير مع تغير المكان. ازاي يا اصدقائي؟ الكتله في اي مكان بتبقى ثابته، كتله اي شيء ثابته في اي مكان، لكن الوزن بيختلف سواء كان على سطح الارض او على سطح القمر. تمام؟
طيب تعالوا نشوف بقى اصدقائي ايه هي الادوات قياس الكتله. طبعا كل حاجه وليها اداه وليها وحده بقيس بيها. طيب تعالوا نشوف ايه الاول الادوات اللي ممكن اقيس بيها الكتله. اول حاجه ايه الصوره دي؟ تقدري تقولي لي اول صوره دي صوره ايه؟ ميزان. الميزان ده يا صديقتي اسمه ميزان ذو الكفتين، ده اول ميزان عندنا. طيب والميزان الثاني برضو هو ميزان ذو كفتين، واللي موجود عندي هي كتله الدقيق اللي انا عايزه اوزنها، وفي الناحيه الثانيه بتبقى عباره عن الكتله اللي انا عايزه اقيس بيها قد ايه، وده بيبقى اسمه بتبقى اسمها سنجة بوزن بيها، سواء انا عايزه كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو جرام على حسب ما انا عايزه. الميزان اللي في الاخر ده يا صديقتي هو برضو ميزان ذو كفتين، بس اسمه ميزان ذو كفتين حساس. ليه حساس؟ بقيس بيه الاوزان الخفيفه، تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف الميزان الرابع عندنا اللي مرسوم عليه التفاحيه ده، وده برضو اسمه ميزان، بس ميزان ذو كفه واحده رقمي، بيبان عليه الارقام، شايفين الارقام اللي مكتوبه؟ يبقى انا لو عايزه اوزن حاجه بحط التفاحه عليها وبيطلع لي بتساوي كام جرام او كام كيلو جرام. طب تعالوا نشوفوا اخر ميزان، الميزان الاخير ده وبرضو ده ميزان ذو كفه واحده، ولكن بمؤشر، المؤشر بتاعي هو اللي بيحدد كتله الشيء اللي انا حطاها على الميزان. يبقى ادوات القياس الكتله هي الميزان، سواء كان ميزان ذو كفتين او الميزان الحساس او الميزان الرقمي او الميزان اللي بمؤشر. تعالوا نشوف بعد كده النقطه اللي بعدها. بعد كده هنتكلم عن الوحده اللي انا بقيس بيها الكتله. تعالوا نعرف مع بعض ايه الوحده اللي هقيس بيها الكتله. اول حاجه عندي وحده الجرام. طب ايه الجرام ده يا ميس؟ تعالوا نشوف ايه هو تعريف الجرام. قال لي هو وحده قياس الكتل الخفيفه. لما تكون عندي كتله خفيفه زي الذهب وزي الفضة بيرمز لها بالجرام. طيب جبت كلمة جرام دي منين؟ بص كده معايا على كلمة الجرام، ها أولها حرف الإيه؟ أو الحرف جيم. اللي في النص، جيم. خدت حرف الجيم وأخدت آخر حرف اللي هو الميم، بقى الاختصار بتاعها جيم ميم وبنطقها جرام، تمام؟ يبقى عرفت كده إن الجرام بيقيس لي الكتل الخفيفة، زي إيه كده؟ تعالوا نشوف بعض الصور، ها زي أول حاجة الذهب أو الفضة أو زي الريشة دي كتلتها خفيفة، يبقى أي شيء كتلته خفيفة أنا هقيسه بإيه صديقتي؟ بالجرام. أحسنتي، واختصار كلمة جرام إيه؟ جيم ميم. أحسنتي صديقتي. الوحدة الثانية اللي بتقيس لي الكتلة هي وحدة الكيلو جرام. طب تعالوا نشوف الكيلو جرام هو إيه؟ قال لي هو وحدة قياس الكتل الثقيلة مثل الفاكهة والخضروات واللحوم، ويرمز لها بكاف جيم ميم اختصار لكلمة كيلو جرام. جبتها منين يا ميس؟ خدت حرف الكاف من كلمة الكيلو، وكلمة جرام طبعا خدناها قبل كده الجيم، وخدنا حرف الايه؟ الميم. يبقى تاني الكيلو جرام الوحدات بيقيس وحدة الكتل الايه؟ الثقيلة. احسنتي صديقتي، والاختصار بتاعها بيكون ايه؟ كاف جيم ميم. وبنطقها ايه صديقتي؟ كيلو جرام. احسنتي، تعالي نشوف بعض الصور اللي بتمثل الكيلو جرام او الحاجات اللي بقيس كتلتها بالكيلو جرام، زي مثلا اول صورة صورة الخضروات. الخضروات، وتاني صورة صورة الايه؟ اللحوم. ورابع صورة صورة الايه؟ الخراف. طيب تعالوا نشوف النقطة اللي بعدها. اعطيني ملحوظة كده، يعني عايز ينبهني لحاجة. يا ميس حضرتك قلتي لي ان انا عندي وحدتين بقيس بيهم الجرام والكيلو جرام، انه وحده كبيره وانه وحده صغيره؟ قال لي الوحده الكبيره، واحنا قلنا بتقيس الكتل الكبيره هي الكيلو جرام، والوحده الصغيره هي اللي بتقيس الكتل الخفيفه وهي الجرام. طب تعالوا نبص مع بعض، بيقول لي ان الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام. الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام. طيب تعالوا نشوف النصف كيلو جرام بيساوي كام جرام؟ 500 جرام. يعني انا عملت ايه؟ قسمت ال 1000 جرام وخليتها، يبقى النصف كيلو بيساوي 500 جرام. تعالوا نشوف الربع كيلو جرام بيساوي كام؟ 250 جرام. احسنتي صديقتي. طب تعالوا نشوف ثلاثه ارباع كيلو جرام بتساوي قد ايه؟ 750 جرام. احسنتي صديقتي، يبقى احنا لازم نحفظ الحاجات دي ولازم نبقى فاهمينها كويس قوي. الكيلو جرام بيساوي كام جرام؟ 1000 جرام. والنصف كيلو بيساوي كام جرام؟ 500 جرام. والربع كيلو بيساوي كام جرام؟ 250 جرام. والثلاثه ارباع؟ 750 جرام. واحنا عارفين جبنا الثلاثة ارباع ازاي؟ انا قلت ثلاثة ارباع يعني عندي ربع زائد ربع زائد ربع، يعني جمعت ال 250 ثلاثة مرات، او عندي نصف زائد ربع يعني 500 جرام زائد 250 جرام بيساوي 750 جرام. شوف النقطة اللي بعدها. ودلوقتي جه موعدنا اصدقائي مع اسئلة المتفوقين، واول سؤال معانا هو السؤال الاول، ونشوف سؤالنا بيقول ايه؟
من أكون؟ ونركز كده جدا في السؤال. وحدة قياس كتلة خاتم من الذهب هتبقى ايه الوحدة اللي بقيس بيها؟ تعال نشوف السؤال اللي بعديه. وحدة قياس كتلة دراجة بخارية، وعايزين نعرف برضو ايه الوحدة اللي انا هقيس بيها. يلا اصدقائي ما تنسوش، انا مستنية اجاباتكم في التعليقات. دلوقتي يا اصدقائي موعدنا مع التدريبات، وبيقول لي ما وحدة القياس المناسبة لكتلة كل من الاشياء الاتية. هيجيب لي مجموعة من الصور وانا هبتدي احدد هي ايه الوحدة اللي انا ممكن اقيس بيها الكتل الاشياء دي. اول حاجة صديقاتي قولي لي عندي صورة ايه ده؟ مقص. مقص، احسنت صديقاتي. تفتكري المقص ده هقيسه بايه؟ ايه الوحدة اللي هقيسه بيها؟ ده بالجرام يا ميس عشان وزنه خفيف. احسنت صديقتي، هقيسه بالجرام لانه وزنه خفيف، وكلمة الجرام انا كاتباها الكاملة او الاختصار بتاعها اللي هو جيم ايه؟ جميل. طيب الدراجة البخارية صديقتي، ها ايه الوحدة اللي انا هقيس بيها الدراجة البخارية؟ ميز دي ثقيلة من الاشياء الثقيلة، هقيسها بالكيلو جرام. احسنت صديقتي. طيب عندي الثعلب، ها هقيسه بوحدة ايه؟ الكيلو جرام. احسنتي. طب تعالوا نشوف الصورة اللي بعديها، صورة الحذاء، هقيسها بايه؟ بالجرام. احسنتي صديقتي. والبالونة هقيسها بايه؟ بالجرام. احسنتي صديقتي. نشوف النقطة اللي بعديها، ويقول لي اكمل. اول حاجه وحده قياس الكتله، كان عندي وحدتين للكتله بقيس بيهم، اول وحده هي ايه؟ الكيلو جرام. أحسنتي. والجرام. برافو عليكي. والايه؟ والجرام. كاتباهم طبعا بطريقه كامله، والايه؟ والاختصار بتاعها. طيب السؤال اللي بعديه بيقولي الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام. احسنتي صديقتي، بيساوي 1000 جرام. شوف النقطه اللي بعديها، تقاس كتله الكرسي بوحده، ها صديقتي الكرسي هقيسه بوحده ايه؟ الكيلو جرام. احسنتي صديقتي. واخر سؤال معايا، تقاس كتلة الخاتم بوحدة الجرام. احسنتي صديقتي. طبعا لو هنشتري اي خاتم سواء كان ذهب او فضة هيتقاس بالجرام. شوف النقطة اللي بعديها، وبيقول لي دلوقتي موعدنا مع السؤال الثاني من اسئلة المتفوقين. تعالوا نشوف سؤالنا بيقول ايه؟ اكمل. تقاس كتلة الريشة بوحدة نقط، تقاس كتلة الريشة بوحدة نقط. يلا اصدقائي مستنية اجاباتكم في التعليقات. شوف النقطة اللي بعدها، بيقول لي سؤالنا اجب، ودي عبارة عن مسألة كلامية. بيقول لي اشترت منى دجاجة كتلتها 3 كيلو جرام، وبطة كتلتها 5 كيلو جرام، فما كتلة الدجاجة والبطة معا؟ طيب صديقاتي تعالي نشوف الصور اللي معانا. صديقتنا اشترت ايه؟ حاجة واحدة ولا حاجتين؟ لا حاجتين يا ميس. برافو. اشترت دجاجة، وكتلة الدجاجة كانت قد ايه؟ 3 كيلو جرام. طيب وكتلة البطة كمان كانت قد ايه؟ 5 كيلو جرام. طب عشان اعرف الكتلة كلها اللي كانت صاحبتي اشترتها او صديقتي منى اشترتها، المفروض اعمل ايه صديقتي؟ ميس انا هجمع. برافو، المفروض هجمع، بس قبل ما اجمع صديقتي لازم اكون كاتبة التمييز الاول، علشان المسألة اللفظية او المسألة الكلامية لازم اكتب فيها التمييز. طيب هو هنا كان بيقول لي عايز ايه؟ فما كتلة الدجاجة والبطة معا، يبقى انا في التمييز الاولاني هكتب ايه؟ كتلة الدجاجة والبطة معا يساوي. برافو عليكي، وقلتي لي ان انا حجمع كام بقى زائد كام صديقتي؟ 3 زائد 5. يعني 3 كيلو جرام زائد 5 كيلو جرام، يلا بيساوي كام؟ 8 كيلو جرام. ما ننساش التمييز الاخير، والتمييز هيكون بالكيلو جرام. احسنتي صديقتي. شوف بعد كده النقطة اللي بعديها، بيقول لي اجب، خباز لديه كيس من الدقيق كتلته 90 كيلو جرام، استخدم منه 30 كيلو جرام في صناعة الخبز، فما كتلة الدقيق الذي لم يستخدمه الخباز؟ يلا صديقتي ابداي قولي لي هتحلي مسألتي ازاي. اول حاجة لازم اكتب الايه؟ كتلة الدقيق. احسنتي صديقتي. مسألتي هتبقى جمع ولا طرح؟ لا طرح يا ميس، عشان هو اخد منه. برافو عليكي، يبقى انا من خلال فهمي للمسألة عرفت ان مسألتي هتكون طرح. يلا صديقتي كام؟ هقول كام ناقص كام؟ ميس انا عارفة ان في الطرح لازم الكبير يجي الاول، هقول 90 ناقص 30. احسنتي صديقتي، بيساوي 60 كيلو جرام. احسنتي صديقتي، يبقى كتلة الدقيق هتساوي 90 كيلو جرام ناقص 30 كيلو جرام هيساوي 60 كيلو جرام. احسنتي صديقتي. ودلوقتي معادنا مع السؤال الثالث من اسئلة المتفوقين، وتعالوا نشوف سؤالنا بيقول ايه. اجب، مع هدير كتابين كتلة الكتاب الواحد 80 جرام، فما مجموع كتلة الكتابين معا؟ فكر أصدقائي في إجابة السؤال، وما تنساش تبعتلي الإجابة في التعليقات. طبعا أصدقائي أتمنى تكونوا حضراتكم فهمتوا الدرس النهاردة، وإن شاء الله موعدنا مع لقاء درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.